رح نحكي عن موضوع أيضا مهم جدا، هو المشاعر الإنسانية. تؤدي زيادة هيدي المشاعر أحيانا إلى حالة مرضية، وهي التعلق سواء بأشخاص أو أماكن أو حتى شغلات معينة وتفاصيل نحن ممكن تغيب عن ذهننا بخلال العلاقة، ولكن بالذكريات ممكن تأثر فينا، تأثيرها على حياة الفرد وعواقبها وأيضا نتائجها. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها مع مريم العيسى، مدربة تنمية ذاتية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك حبيبتي. أهلا وسهلا، سعد صباحك يا مريم. يعني عم نحكي كمان عن موضوع كتير مهم وعم نشوفه عند كافة الأعمار، ما نو مرتبط بعمر معين، بس يمكن بيأثر على أعمار المراهقة أكثر بشوي من الأعمار الكبيرة. التعلق، يعني في فرق بين التعلق الطبيعي والتعلق المرضي، وخاصة بالعلاقات الشخصية اللي عم بتكون، أو على حتى العلاقة مع الأهل، الأم بشكل عام أو الأب. تمام، خبرينا شو الفرق بين الطبيعي والمرضي. هلأ طالما قلنا أنه تعلق فهو غير طبيعي، طالما كان يعني العلاقة دائما بتكون في أخذ وعطاء معروفة، بس صار فيها تعلق فهي تطرف بالعلاقة، يعني واحد من الطرفين متمسك بالطرف الثاني أكثر، أو معلق عليه كل شيء بحياته، أو حتى التعلق اللي هو بالأشخاص، بالأماكن أو بالمهن أو بالمناصب أو بأي شيء، في درجة من الارتباط بشيء معين سواء شخص أو كذا زايدة عن الحد. إمتى بنقول زايدة عن الحد؟ لما بنشوف تصرفات أو سلوك الشخص خليني أقول لك بتوقف أو بينهار هذا الشخص، أو مقابل خسارته لهذا الشيء أو هذا الشخص. إذا بتقولي لي منين وكيف وإمتى، وأنت قلتي إنه بالمراهقة بتأثر أكثر، بتأثر بكل الأعمار بالعكس، والكبار أكثر مشكلة. ليه؟ لأنه بيتعلقوا بالأشخاص بطريقة كل شيء للحياة بيوقف. يعني أنت بتقولي مرضي، مرضي تماماً، لما بيوقف أنت بتقولي لي يا هذا الشيء بالحياة يا أنا ما بدي. يعني هي واحدة من المؤشرات اللي نحن بنختبر الأشخاص، إنه لا أنا ماني متعلق، بنقله طب حط لي خيارات تانية. إذا أنت مو متعلق مثلا بهذا الفرع بالجامعة، أو مو متعلق بأي شخص بحياتك، حط لي اختيارات تانية. ما بيحط، يعني ما بيقدر يحط. فهو هون بيعرف نفسه إنه أنا عندي هذا التعلق. سبب التعلق هذا هو من الطفولة عدم إشباع رغبات معينة واحتياجات معينة، والغالب هو عدم الشعور بالأمان. يعني تم مثل ما بيقولوا استلال هذا الأمان منه للطفل وهو صغير، سواء من حوارات الأهل، سواء من إذا عملت هيك ما بضل، إذا أو خلافات الزوجية اللي بتصير وبيصير من خلالها كلام إنه أنا بدي أمشي، بدي أتركهم، بدي أروح. ففي شعور بالفقدان، إنه أنا ممكن هذا الشخص يتركني ويروح. فشو بيصير بالشخص بس يكبر؟ ببلش أي حدا بيحبه شوي بيتعلق فيه مشان ما يفقد هذا الأمان. يمكن هيدي نقطة جدا مهمة ولها نتائج، يعني أحيانا تؤدي إلى استغلال الشخص المتعلق. يعني ما فيك تعيش أنت بدوني، ما فيك تتركني. وهون نحن أمام يعني مواجهة شغلتين، الاستغلال وتعلق الشخص. فبرأيك كحدا خبير ويمكن مارر على حضرتك كتير حالات وهالقصص، الشخص كيف بيقدر يقوي نفسه من الداخل ليقدر أنه ما يأثر عليه ترك أي شيء؟ يعني رح يتأقلم. خلينا رح أقول لك شغلة شوي كنت عم فكر فيها مبارح بموضوع الحلقة، أنه نحن قبل ما أقول كنت بدي أقول أنه نحن بالنصائح أنه نقول نحن نهتم بتربية الأولاد وندير بالنا عليهم ونشبعهم. لا، قبل نحن نفهم حالنا منيح ونختار شركاء الحياة صح، يعني شريك الحياة اللي هو رح بالتالي رح ينتج عنه أولاد، بالتالي رح أعرف أنا كيف ربيهم، بالتالي رح يطلعوا أطفال غير متعلقين. صحيح. تمام. فيعني موضوع التعلق لكي بحر، يعني إذا بدنا نحكي فيه وأسبابه، مثل دائما بتلاحظي إنه بكل الأمراض النفسية ولما نكبر هي أسبابه ومنشأها بالطفولة، فقدان شيء معين أو خلل معين بيصير. وعلى سيرة الاستغلال كمان الموضوع كتير مهم، لأنه نحن دائما بنقول الشخص المتعلق بيتم استغلاله برضا، يعني صحيح. هو بيعرف انه انا عم بيتم استغلالي بس انا متعلق فيك، فانا قبلان انه انا بدي يعني ادفع الثمن. إيه؟ بس إيه؟ انا ما بدي ادفع الثمن. حتى اذا بدنا نقول التعلق بالاشياء، قديش الشخص ممكن يدفع ويتنازل، للاسف كلمه يتنازل، او يقبل بشروط ومعايير اقل بكثير من اللي كان بيقبل عاده، او هو بيحطها لنفسه. خليني اقول لك بينزل، يعني ليه؟ لأنه متعلق سواء بشيء معين أو بأشخاص، فهو إيه بيتم استغلاله وبرضا. يعني هو بيعرف وكامل المعرفة والوعي، لكن بدي أقول لك أنه ما بده يعرف أو عامل حاله مو عارفان.
فاوكي انا اذا هذا الثمن اللي بدي ادفعه مستعد ادفعه، ما بتخلص القصه لانه هي بتزداد شدتها مع الوقت، بتصير القصه كثير شديده لمرحله نحن بنشوف الاشخاص المتعلقين او المتعلقين كيف ببلشوا بالانفصال، يعني بصير مؤلم كثير. نعم. طيب خبرينا يمكن مريم كيف في مثل ما قالت سالي يعني انه الشخص يقوي حاله، دائما بيقولوا لك انه لما يوصل لمرحله من المراحل انه ما عاد يتعلق بشيء، ما عاد يهمه مين بيترك مين بيروح، بيوصل لمرحله من النضج الفكري والنفسي. صحيح. ايضا اليوم شو هي الطرق لكل الناس ان كان شباب ولا صبايا؟ صحيح. لانه نحن بنعرف هذا المجتمع بظل الظروف كلها اللي عم نعيش فيها مثل ما قلتي في عدم انعدام امان، ففي تعلق دائما باشخاص بامكنه بعمل معين، في دوائر راحه عم بتكون موجوده. خبرينا اليوم الطرق المعينه اللي فينا نطلع فيها من علاقه عم نحس فيها استغلال، فيها تعلق، فيها ضعف. تمام. غالبا نحن بالتدريب بنروح مع الشخص بطريقه وديه انه تدرج تمرحل، يعني يكون لطيف مع نفسك شوي شوي. شوي شوي بهي القصه ما في شوي شوي، انت بتعرفي وانا بعرف انه احيانا انت بتجبري نفسك على شيء لتخلصي منه، مو مشان اخلص بهي المرحله، مو مشان اخلص من شخص بعينه لا، ولا مشان اخلص من، بدي اخلص من صفه التعلق. تمام. فانا اول شيء بدي بلش فيه، يعني شفتي لما بنقول الخطوة الأولى هي الصعبة، أنا بدي حفز نفسي، يعني بالبداية بدي حفز نفسي، وبيكونوا واعيين لهذا الأمر، لكن هو الخلق بالمشاعر ما عم يقدر يتحكم على المشاعر، فأنا لما بصير عندي نوع من التحكم بمشاعري بالتدريب، يعني أنا بدي أدرب نفسي الحديث الداخلي بيني وبين نفسي اللي أنا بعرف إنه هو بيؤدي إلى إنه أنا رح أتنازل، رح أرجع أتصل. صح. رح أرجع أتواصل، فأنا بدي أقوي نفسي مثل ما حكيت بإني أنا حديثي الذاتي، وبدي أعرف حالي إنه الخطوة الأولى أنا بدي أجبر نفسي عليها. شغله ثانيه، اذا كان التعلق باشخاص فلازم لاقي بدائل، بدائل مو عن الاشخاص، بدائل اصدقاء، يعني صديقي يعبي هذا الوقت اللي هذاك الشخص معبيه، اخذه كله، وبعدين لما بياخذ كل الوقت على كل المستويات، يعني الشخص بتنهار كل حياته مقابل هذا الشخص، بتنهار مهنته، عمله، دراسته، عدم تربيه الاطفال كله. صح كله ليه؟ لانه متعلق بهذا الشيء، فهي القصه ما انا سهله انه انا كل شيء عندي بالحياه راح مقابل هذا الشخص، فانا ببلش عبي وقتي وملي هي مثل ما بيقولوا الخزانات بحياتي لحتى انا. طبعا شو بدها هي القصه؟ بدها وعي، بدها ادراك انه انا بعرف حالي اني انا صحيح تعبان ومريض. صحيح. ما بقدر، بروح بستشير. صحيح. بروح لعند دكتور، بروح لعند استشاري، بروح عند شخص عنده خبره عنده حكمه، وملي وقتي. هي القصه وين دائما بتلاقيها عند المتعلقين؟ هي بالفراغ اللي سببه التعلق. قد ايه بده وقت يمكن مريم لا يخلص من حاله التعلق؟ كم يوم لا يعتاد الشيء على الدماغ؟ أنا يعني زينب بقلبي قاعده عن جد هيك بنحب نعرف، يعني في احيانا عادات متعلقين فيها وبدنا نحن نتركها. تمام. في تمام. امكنه، فخبرينا عن الوقت. هلا يقال بانه نحن بكافي انه نستمر على عاده معينه او ترك عاده معينه 40 يوم، انه نحن نضل ال 40 يوم بشكل مستمر، يعني انا واقف انا واقفه بلش فيها بس يعني بدون انقطاع. بدون انقطاع، لانه لا، هي العلماء قالوا انه الشخص بس يبلش بعاده جديده او بيترك عاده هو بحاجه ل 40 يوم ليتم برمجته. بس هدول ال 40 يوم مريم ما بده يكون انه الشخص يضعف بلحظه ويرجع يتواصل ويرجع يعيد 40 يوم لقدام. تمام. هذا اللي لك هو بده يرجع يعيد ال 40، فلا انا بخليني كملهم لانه بيعتاد جسمه، يعني حتى الجسم بيعتاد على هذا الامر. وملء دائما مثل ما قلت لك، يعبي الوقت مو باشياء فاضيه، يعبي الوقت باشياء قيمه بالنسبه له تعادل قيمه الكلام مع هذا الشخص او الحديث معه. نعم. فيعبي وقته فيها. يعني يمكن هدول النقاط جدا مهمه، ويعني نجي نحكي انه ما لنا متعرضين لها، كلنا مارين فيها. أكيد. كلنا مارين بمعاناه، وفي اشخاص نحن بنتخيل انه هن مثل ما بيقولوا محور الكون. اي احيانا من كتر ما بنحبهم فنحن بيكونوا هن محور حياتنا، ما فينا ما نحكي معهم، ما فينا، رغم انه احيانا في جلد للذات يعني، ومنحس حالنا ايه عن جد مستغلين وقبلانين بهذا الاستغلال. فقبل ما توصل وتتفاقم للحالة المرضية، قد ايه مهم القرار؟ يعني حكيتي كلمة جدا مهمة، انه هو شيء القرار، انه مو انه شوي شوي، لا، قطع مثل ما بيقول واحد، قطع بت خلص، نحن بنقطع، ما في داعي. تمام حبيبتي، نقطع شوي. ايه شوي. ايه لا، القطع مثل ما حكيت عشان ناكد على الموضوع، مو القطع بالشخص، لانه انا رح اترك هذا الشخص رح اتعلق بواحد ثاني، فانا بدي تنتهي معي القصه. لا، تنتهي صفه التعلق، مو ينتهي علاقتي بالشخص بعينه.
هذا الشخص بيروح بتعلق بواحد ثاني، بيروح بتعلق برفيقتي، بتروح رفيقتي بتعلق، المهم انا بدي اتعلق بحدا يحسسني بامان وانه انا دائما وانت الي، ممنوع تكون لاي حدا ثاني. اهم شغله لازم مثل ما قلت لك، لما انا اعبي حياتي، اعبي علاقتي باهلي صح، علاقتي برفقاتي صح، واعطيهم كلياتهم الوقت المضبوط، شغلي اعبيه صح، لما بيغيب عنك شخص بتكون انت سليم صحيا، لما بيغيب عنك شخص فانت في عندك يعني تفضيلات ثانيه، في عندك اشياء ثانيه انت مشغول فيها، فلهيك هذا الشيء كمان بيؤسسوا عليه المفروض اللي هلا طالعين، انه انت حياتك مليانه، في خيارات كثير مو خيار واحد، في خيارات كثير، هي الخيارات كلها لازم تتعبى، حتى وقت الفراغ، حتى وقت الاستمتاع هو وقت جيد لك صحيا. فما على مثل ما قلت لك اهم نقطه ناكد عليها مو اني اقطع علاقتي بالشخص تماما، اني تماماً. انا اعرف كيف اعالج صفه التعلق. منيح ركزتي علي يا مريم، لانه عن جد بيصير احيانا لغط وخلط يعني. اي تمام، فبلش الشخص بيطلع من تعلق بفوت بتعلق ثاني، بيطلع من تعلق بفوت بتعلق ثاني. نعم. حتى عم نلاقي كمان سالي انه احيانا الاولاد الصغار بتلاقيهم متعلقين يا بامهم يا بابوهم، كثير ما بيجوا لعند حدا يعني، بيحاولوا يضلوا قريبين من امهم او ابوهم. كمان هي القصه من الصغر، هل هي دليل على انه بالكبر رح تكون هي العلاقه كمان مستمره؟ وكيف فيها الام تتعامل؟ لانه يمكن صحيح. هلا كثير شائعه كمان هلا السلوكيات هون بتلعب دور، سلوك الطفل لما انا بشوفه متعلق، انا هون كام او كاب كيف انا بدي يكون عندي حكمه بالتصرف معه، لا يعني استبعاده ولا انه لا ما بيصير، لا خليك ويبكي ولا كذا، لا هي هون بالذات بدها تدرج. الطفل ما فيكي قطعبت مثل ما حكينا مع الكبير، الكبير نحن هو واعي هو واعي ومسؤول عن حياته، فانت بتجي بتعرف حالك هذا الشيء عم يعمل لي خلل، فانت مجبر انك تجبر نفسك على عاده جديده، لكن الطفل ما فينا على الاطلاق نمشي معه بقطعبت، لازم نكون متمرحلين، بنشوف الطفل بشو متعلق نشبعه بهذا التعلق، يعني نخليه يشبع من هذا الشيء اللي هو متعلق فيه ويضل معه. ما في بالعكس، هلا الطفل لما بيكون متعلق منه مع امه، هي عاده صحيه، ما انا قديش في امهات بتقول لك انه بضل بينام معي انا لازم افصله، هو بيفصل نفسه، انت لا تجبري على انه انت تفصلي عنك، هو بيفصل نفسه لحاله لما بيحسك انه انت مو مانعتيه. امتى بيصير هو بده بلح؟ لما انا بصير بعده ما في ممنوع لا تقرب، بيصير هو كل ماله شو بيصير؟ بده اكثر. فانا بنتبه لهي القصه، لا بالعكس بخليه هو اللي يتخلى عن هي الشغله. نعم. مو انا. وطبعا في سلوكيات تمام الطفل، يعني شفت كذا ام بتقلي انه شو عمل ببنتي، عم تحكي معي وبنتها بحضنها عمرها 3 سنين، شو عمل ببنتي دائما بدها يعني. قلت لها اول شيء اميه من حضنك، انه انا صح. شو بدي صح انه اول شيء انت اميه من حضنك عليها على جنب، بعدين بلشي اساليني شو بدي اعمل ببنتي. لا ما بتبكي هذا الحديث بطلي، لانه هذا هي بتسمع وبتوعى وبتنتبه للطفله. اكيد فننتبه لسلوكياتنا نحن، يعني هي سلوكيات الاهل هي الاكثر ضرر على الطفل من الطفل نفسه. نعم. أكيد يعني يا مريم معلومات كثير مهمة. اليوم فعلا التعلق أحيانا بيكون غير صحي ومرضي، بيؤدي لمشاكل نفسية للكبر بمختلف الأعمار، فإن شاء الله يكون الكل استفاد من هالمعلومات. شكرا لك حبيبتي. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا مريم، إن شاء الله يا رب هيكون لنا وقفات ثانية لهالمواضيع الجدا مهمة واللي هي بتلامس حياتنا اليومية ومن صلب الواقع اللي عم نعيشه. حبيبتي شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.